بيبدأ الفيلم بولد صغير كان مدفون وسط الغابة لمدة طويلة جدا، لدرجة انه كان بيتغذى على الحشرات. وبعد وقت مش كبير بيجيله واحد اسمه الشامان بيأمره انه يرجع يتدفن تاني لانه غضب بشدة، وده امر مش مسموح. طيب ايه اللي حصل وايه اللي وصل الولد ده لكده؟ بنرجع كام سنة لورا في مدينة كانت بتحكمها واحدة اسمها هيلدا. الغريب في الموضوع انها كانت مخصصة يوم في السنة كانت مسمياه يوم الغربلة. كل الناس اللي ضايقوها او اللي مش بتحبهم تقتلهم كلهم في اليوم ده قدام الشعب كله علشان تنشر الرعب والخوف بين سكان المدينة. بيل بقى اللي امه واخته اتقتلوا في المدينة هرب بعدها على الغابة، وهناك قابل شخص اسمه الشامان، واللي بدأ يهتم بتدريبه بطريقة قاسية جدا علشان يصنع منه آلة قتال بشرية يقدر بعد ما ينهي تدريباته انه ينتقم من هيلدا ويرجع حق امه واخته اللي قتلتهم. اخته مينا بقى اللي كان دايما بيل بيفكر فيها وبيفتكر ذكرياته معاها، اللي كانت دايما بتتمنى انها تهرب من النظام الاستبدادي اللي عايشين فيه بسبب هيلدا اللي عايزه الحرق، وبسبب ان دايما الشمان كان بيعفر مخدرات جنب منه، فكان معظم الوقت عايش نايم وصاحي في نفس الوقت، وده طبعا اثر عليه لدرجه انه ما كانش عارف اللي بيشوفه حقيقه ولا خيال. المهم بسبب التخيلات الكتير كان دايما بيل بيشوف اخته مينا قدامه في كل مكان بيروحه. اما الشمان كان كل اللي بيعمله انه كان بيدرب بيل تدريبات قاسيه جدا كل يوم، وكان بيل مستوى بيعلى كل يوم عن اللي قبله لحد ما بيكبر بيل واصبح مستواه في القتال عالي جدا، وبقى عنده قوه تحمل رهيبه، ده غير سرعته الكبيره ومهارته في استخدام الاسلحه. بس على الرغم من كل اللي وصل له الا انه كان بيفقد تركيزه حاجه واحده بس، وهي اخته مينا اللي كان دايما بيشوفها قدامه رغم انها مش موجوده. وفي يوم وبيل ماشي في السوق زي عادته بيقابل بنت جميله جدا هناك، واول ما بيشوفوا بعض بيعجبوا ببعض هما الاثنين لحد ما بيقطع تبادل نظراتهم عيلة هيلدا اللي وصلت للسوق، لان ده كان يوم الغربلة، والوردة المفتاحة قالت لبيل انا بحب يوم الغربلة جدا وانت ايه؟ قام رامي الوردة في وشها وسابها ومشى، والجنود بدأت تلم كل الناس اللي اسمائهم في القايمة علشان يتعادموا في الشارع، وكمان بيطلبوا من كل الناس انها تطلع في الساحة علشان يتفرجوا على الغربلة. وبيوصل في الوقت ده السيد جلين، وبيوصل كمان جيديون اللي اول ما بيل بيشوفه بيفتكر اليوم اللي امه ماتت فيه، وجيديون ده كان قائد المجموعة اللي راحت قبضت على امه. وبيطلع جلين يقول خطابه قدام الناس اللي واقفة وبيشكرهم على تعاونهم مع عيلة فان، وبيعرفهم ان في 12 متطوع هيتقتلوا النهاردة، وبيروح لواحد كان متهم بحيازة السلاح هو ومراته وبنته، وكان بيسألهم عن مين يحب يبدأ بيه. في الوقت ده كان في واحدة واقفة مش عاجبها اللي بيحصل، وطلعت فضلت تصرخ فيه على اللي بيعمله وبتقوله معاهم طفلة سيبهم في حالهم، وقامت قايلاله انت اكبر معتوه انا شفته في حياتي. فجلين طلع المسدس وقال لها اياكي تقاطعيني وانا بتكلم، وجربي قولي تاني كده وشوفي هيحصل فيكي ايه. فقالت له يا معتوه، قام ضارب بالمسدس جات في واحد غلبان كان واقف يتفرج في حاله. ساعتها الناس بدأت تصور على اللي بيحصل وبدأت تشتبك مع الجنود اللي واقفة علشان يوقفوا المهزلة اللي بيعملوها دايما، والجنود كانت بتحاول تسيطر عليهم لحد ما بيقدر واحد من الناس يعدي واخد المسدس وكان هيقتل جلين. ساعتها بتظهر بنت من جنود عيلة فان اسمها جون، وفي ثواني قطعت دراع الراجل ده، وجيديون كمل عليه وامر جون تنظف الفوضى اللي جلين كان السبب فيها. كل ده بيحصل وبيل واقف يتفرج وقرر يروح يوقف المهزلة دي، بس الشمان وقفه على اخر لحظة علشان الجنود كانت كتير وكان ممكن يعرض حياته للخطر. وبعد وقت قليل كانت جون والجنود قتلوا ناس كتير جدا والهدوء عم في المكان بالكامل. ساعتها جلين قال لجون انت مش شايفة انك زودتيها شوية؟ المفروض كنا نغرب ال 12 بس، ولازم يكونوا بكامل اطرافهم. عامة خدوا السيدة دي وخدوا البنت دي كمان. فجون قالت له مش هنعتقل اطفال. قال لها انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ فكتبت له على الشاشة مش هنعتقل اطفال وخبطته كتف ومشت من المكان. في الوقت ده كان الشمان بيقول لبيل يلا نمشي، فبيل قال له كده مفيش وقت للانتظار ومفيش قتل تاني، النهاردة لازم تموت. وبيجري بيل بكل سرعته وهو في دماغه حاجة واحدة بس، ان كل اللي اتدرب علشانه خلاص جه وقته. وبيروح لعربية من عربيات عائلة فان وفتح الشنطة علشان يستخبى فيها، شاف واحد ميت بس ما همهوش، قال له خدني جنبك كده، ودخل الشنطة وقفل على نفسه علشان يقدر يدخل مدينة هيلدا. بالليل بقى كانت العربيات وصلت للمدينة وكان معاهم 6 أشخاص جابوهم من المدينة، وبيل نزل من العربية اللي جاي فيها من غير ما حد ياخد باله. وساعتها بتظهر السيدة ميلاني وفضلت تهزق في جلين وجيديون وقالت لهم بقالي 6 شهور بنظم لحفلة النهاردة وفي الاخر مش عارفين تجيبولي 12 فار للتصوير. طبعا كل واحد منهم قاعد
قاعد يلوم التاني ان هو السبب انهم ما قدروش يجيبوا ال 12 شخص اللي المفروض كانوا يجيبوهم. بس ميلاني بتروح لجلين اللي هو جوزها وقالت له ما تشيلش هم يا حبيبي ولا يهمك، روح انت غير هدومك وما تشغلش بالك. وبتروح لجيديون اللي هو اخوها وامرته يجيب لها 6 اشخاص تانيين في اسرع وقت. في الوقت ده بيل بيشوف اخته جنبه كالعاده واللي اتفاجئ انها بتتكلم، فقالت له ده عادي طالما مشينا من عند العجوز اللي هو الشمان في حاجات كتير هنقدر نعملها مع بعض. وقالت له كمان ممكن نتنكر علشان محدش يشوفنا وندخل في المكان براحتنا من غير ما حد ياخد باله. طبعا كل ده كان في مخيله بيل، يعني اخته ماتت اصلا من زمان، بس لما اتنكرت في زي النينجا بجناحات فراشه وطلعت واحد كان بيزق عربيه كان هيخبط فيها، فبيل جرى عليها علشان ينقذها. وساعتها بيفتكر ان اخته مش موجوده، بس المشكله ان جلين كان ماشي هو ورجالته وشافه وقال لهم مين اللعين ده. ساعتها بيل جرى بسرعه من قدامهم والجنود كلها جريت وراه. قام بيل ماسك اخته اللي بتشتته حاططها في الدولاب وقفل عليها وطلع اشتبك مع الجنود ودخل معاهم في مواجهه قويه جدا، وكان عمال يوقع فيهم واحد ورا التاني. وبما ان بيل لوحده والجنود كان عددها كبير جدا وكمان كانوا مسلحين، بس بيل كان سريع جدا وقوي كفايه انه يتغلب عليهم كلهم. بس بعد وقت قليل حصروه بالاسلحه، فواحد من اللي شغالين في المكان اسمه باشو رماله سلاح قتل بيه الاتنين اللي كانوا بيضربوا عليه نار، وقال لبيل ان هو ممكن يساعده بس يفكله الجنزير اللي مربوط في رجله. فبيل بما انه مش بيتكلم شاور له على صورة هيلدا، قال له فكني طيب يا اخي وانا هساعدك. قام ضرب الجنزير بالنار، فالتاني قال له روح انت بقى بالبندقية وقعهم وانا هعمل حركة العربية. بيل طلع بيضرب بالبندقية لقاها فاضية، قال مش مهم، ودخل في المجموعة اللي كانت برا يمين وشمال وهنا وهناك وما خلاش ولا واحد منهم عايش. وراح بعدها البوش قال له اعذرني يا اخويا، كان نفسي اساعدك والله بس عندي ركبتي تعباني خالص. في الوقت ده بيظهر له واحد تاني بيل كان لسه ضربه، فبوش قال له ده ديف عنده شوية مشاكل. فبيل قام له وواحدة في التانية وقعه على الارض، ولسه هيمشي قام ديف جاي له تاني، قام بيل قايم له وفضل يضربه كتير جدا. بس ديف كان زي المجنون وقدر يضرب بيل اكتر من مرة. قام بيل موقع على ايده آلة الحديد ما خلاهوش عارف يتحرك، بس ديف مش بيسكت، قطع ايده وراح علشان يقتل بيل. قام بيل ماسك السكينة قطع له رجله واستريح منه اخيرا. بعدها كان بيل قدر يخلص على كل الجنود اللي في المكان، بس في الوقت ده بيوصل جلين وكان هيقتلهم هما الاتنين، بس باشو كتر خيره ضرب بالنار في رجله وقعه على الارض، وبيل راح علشان يخلص عليه، بس باشو وقفه وقال له استنى ده اكيد عنده معلومات، فقال له ما والله عندي معلومات كتير. فباشو ساله عن هيلدا، قال له هتلاقوها في قصر العيله بتعمل مأدبه لكل افراد العيله المجنونه، لو انتوا عاوزين تقتلوها انا هدخلكم لهناك. بيل وباشو ما كانوش مصدقينه، بس هو قال لهم لا استنوا انا رحت للطبيب النفسي امبارح وقال انت لازم تنظر لاعماقك، وانا اساسا مش بحب العيله دي وبيخلوني اعمل حاجات كتير غصب عني، حتى الهدوم مراتي اللي بتختارها لي. ولسه بيقول تبا لهم جميعا، المخرطه فلتت من باشو نزلت على دماغه دشملتها، فبص لبيل كده وقال انا كان عندي احساس انه ما كانش هيساعدنا. بعديها بياخدوا باشو وقال له تعالى وديك بقى لجنود المقاومه بتوعنا، انت وهم هتعملوا شغل عالي قوي. فبياخدوا المكان سري كده، واول ما بيدخلوا واحد بيهجم على بيل فجاه، بس باشو وقفهم وعرف بيني صديقه على بيل وقال له خلي بالك ده معانا ما تقلقش منه، وبيرحبوا ببعض الاتنين. وبيسالوا بعدها على باقي الفريق، فقال له القيقب تفاحه الابل، قال له الفريق كله ازاي؟ فبيني قال له خبز الدود للمصابيح الطويله، قال له طيب يا ناماي، قال له موقف سيارات المومو. بيني في الوقت ده كان بيتكلم بكلمات ما يفهمهاش غير فريق المقاومه، وبيل كان واقف مفكرهم بيتكلموا بلغه غريبه اصلا. المهم باشو بيزعل جدا على اللي حصل لفريقه وبيوعد نفسه انه لازم ينتقم من هيلدا على اللي عملته في الفريق بتاعه، وقال لبيني احنا هننتقم منها بنفسنا، وشاور له على بيل وقال له احنا معانا سلاح فتاك. بيخلص على فريق كامل من جنود عيلة فان لوحده. بعدها على طول بيبدأ باشو يعرف بيل أفراد عائلة فان، جيديون اللي مسؤول عن الشوارع، وميلاني اللي مسؤولة عن الأعمال والعلاقات، وجون 27 مديرة الأمن، وجلين اللي ما بقاش عنده دماغ، وكلهم طبعا تحت سيطرة هيلدا. وبما إن الحفلة الساعة 10 فأكيد هيتحركوا من القصر الساعة
8 وعلى طول بيتحركوا في اتجاه القصر، واول ما بيوصلوا بيخلصوا على فردين التأمين اللي بره، وبيتنكر بيل في زي طباخ وبيدخل للقصر، وبيوصل بعد شوية للمطبخ وبيغير هدومه. ساعتها رئيس الطباخين قال له انا لسه هستنى الكريم بورليه، قام عاطيله بالطاسه في دماغه. فالطباخين كل واحد منهم مسك سكينه، اما بيل فمسك المبشره ودخل عليهم، وكان اللي بيقرب له بيبشر وشه زي الجزره، وفضل يبشر في وشهم كلهم لحد ما خلص عليهم، ومسك سكينه بعدها وراح لمكان الاجتماع اللي كانوا قاعدين فيه اعضاء العيله كلهم، وقتل الجندي اللي بيامن المكان، وراح لهيلدا وبالساطور قام مطير دماغها. وبيفرح بيل جدا انه اخيرا قتل الست اللي قتلت امه، وعمل حفله مع نفسه كده على الضيق، بس يعني اكيد مش هتيجي بسهوله كده، لانه فعلا اتضح ان دول كلهم ممثلين كانوا متنكرين في هيئه عيله فان. وجيديون كتر خيره هو اللي قرر يعمل كده، لانه كان متاكد ان في حد اكيد هيحاول في مره يقتل الملكه في يوم عيد الغربله، بس الوحيده اللي كانت حقيقيه هي جدتهم. واول ما جيديون كلمها بيل في ثواني قدر ياخد منه المسدس وحطه على رقبته علشان يحاول يخرج من المشكله اللي هو فيها، بس بتوصل جون وبتنقذ جيديون وقالت له اطلع انت مالكش دعوه. فجيديون اخد الرجاله وطلع، وهي بدات تهجم على بيل بقوه كبيره، وبيبان قد ايه انها مقاتله محترفه جدا وليها حق الصراحه تبقى مديره الامن، بس برضه بيل ما كانش سهل، وقدر كمان انه يخلع لها الخوذه اللي لابساها، بس شاف اخته تاني اللي دايما بتيجي في الاوقات الغلط، وقالت له دي جميله جدا الصراحه. قامت التانيه زقاه من فوق، وقع تحت مش قادر يتحرك، وبعد شويه بتفوقه وقالت له انا عارفه الاسلوب اللي انت بتقاتل بيه ده، اسلوب الشمان، هو فين؟ بس بما انه مش بيتكلم فقالها من غير صوت كده اللعنه عليكي، فحدفت عليه الفاس كانت هتقتله، بس جيديون قال لها لا هدي نفسك شويه، الولا عنده معلومات هتفيدنا ولازم نتعامل معاه بالراحة عن كده. وسحب الكرسي وقعد جنبه وقال له انا معاك انك غضبان من يوم الغربلة، بس هنعمل ايه؟ اختي بقى وتحكماتها، كل سنة نطلع وندور على اعدائها ونقتلهم كلهم، تصدق انا زهقت حقيقي من الموضوع ده، عرفني مكان الشمان فين ووعدك كل ده هيقف، لانها لحد دلوقتي بتستخبى دايما لان الشمان حر، وعرفني مكانه بقى لان الكلام ده كله مش هيقف غير لما واحد منهم يموت. فبيل مردش عليه، فقال له كده يبقى استخدم معاه الاسلوب التاني، وقام وفضل يضربه لحد ما بتوصل ميلاني وقالت له سيبك من انك سحقت راس زوجي بالمخرطه، المصيبه انك قتلت الست اللي بقالي سنين بدربها انها تبقى هيلدا، انت عاوز تبقى رمز يا ولا؟ يؤسفني انك فشلت يا عزيزي، خدوه على الاستوديو الكلب ده. فبياخدوه على طول على الاستوديو وهما بيتفقوا هيتصرفوا ازاي في العرض اللي هيعملوه، وبيدخلوه المسرح وبيلبسوه طوق في رقبته وبيجهزوا كل حاجه علشان السيده هيلدا لما تدخل ترمي الكلمتين ويكملوا الاحتفال وكل واحد يروح لحاله. في الوقت ده بتطلع السيده هيلدا وبتبدا تتكلم شويه كلام كانوا محضرينه لها، بس كان باين عليها انها خايفه جدا ومتوتره، وده طبعا علشان طول الوقت حاسه ان في ناس كتير عاوزه تقتلها، بس فجاه بتخرج عن الكلام اللي مكتوب وبتبدا تكلم الناس بطريقه مش كويسه، وكمان بتطلع مسدس وكانت هتضرب على الناس اللي بتتفرج لانها كانت شاكه ان في حد عاوز يقتلها قاعد وسط الناس، بس على طول بتلحق ميلاني الموقف وبيسحبوا هيلدا بيدخلوها، وهي حاولت تلطف الموضوع شويه وتعدي الليله، وبترجع تاني لمكان المراقبه وبيبدا العرض المنتظر، عرض الغربله اللي الناس بتبدا تستناه كل سنه. وفي الوقت ده بيدخلوا ال 12 شخص اللي جابوهم عايشين، والمجموعه اللي لابسين هدوم البحاره والقرصان، كل مجموعه منهم اخذت واحد وبداوا يقتلوه قدام الكاميرات، والناس كانت متحمسه جدا وعاجبها العرض على الاخر. في الوقت ده بنعرف ان جيديون ساب سكينه مع بيل لما كان قاعد قدامه من شويه، ولما واحد من البحاره راح علشان يقتله بيل كان فك نفسه ومسك الشاب ده كحت وشه في العمود موته، وراح علشان يقتل التانيين شغلوا الطوق اللي في رقبته اللي كان بيتحكموا فيه من خلال اجهزه وقعوه على الارض، فبيتلم عليه مجموعه من البحاره وثبتوه علشان المعزه تخش تدشمل دماغه بالمطرقه. ساعتها سلم بيل امره خلاص، مع انه ما كانش متخيل يعني انه هيموت على ايد معزه، بس المفاجاه ان المعزه بتطلع باشه وبالمطرقه اللي معاه فضل يضرب كل اللي ماسكين بيل لحد ما وقعهم كلهم. في الوقت ده ميلاني بتعرف ان جيديون هو اللي عطى السكينه لبيل ومسكت البندقيه وكانت هتضربه، بس هو ما كانش همه لانه كمان كان عاوز يتخلص من هيلدا. في الوقت ده بيدخل بيني للمكان وبالبندقيه بدا يوقع في الجنود اللي واقفه لحد ما خلصوا على المجموعه كلها، وقعدوا بقى مع بيل وبداوا يحكوا له عملوا ايه علشان يقدروا يوصلوا لهنا، وبعديها عطوا سلاح لبيل وبداوا بقى يقتلوا في كل اللي موجودين، وقامت مدعكة
معركة جامدة جدا في قلب المكان، وعلى الرغم ان الجنود كانوا كتير جدا الا ان كل واحد من الفريق الصغير ده كان بيقاتل بكل قوته علشان كلهم كان عندهم نفس الهدف وهو موت هيلدا. وفي الوقت ده بيوصل شخص لابس هدوم القرصان وكان معاه سيفين وكان باين عليه انه هيقتل بيل خلاص، بس بيل مش مقاتل سهل ابدا، وفي اقل من دقيقة كان قادر يتمكن من القرصان وخلص عليه هو كمان. بعدها على طول بتوصل ميلانو وكان معاها بندقية وكانت خلاص هتقتل بيل، بس بيني دافع عنه واخد الطلقة مكانه ومات على طول بين ايديه، وكمان بتضرب بعدها باش وطلقة في جنبه بيقع على الارض هو كمان. ساعتها بيتضايق بيل جدا وبدأ يجري باقصى سرعته وكان بيتفادى طلقات ميلانو بكل سرعة لحد ما قدر في النهاية انه يمسكها ويكتفها وجابها قدام الكاميرا، اما دخل الكاميرا في بقها قدام كل الناس اللي بتتفرج، وبياخد باشه بعد كده اللي كان باين عليه انه بدأ يتعب جدا واتحركوا في طريقهم علشان ينفذوا المهمة اللي كانوا جايين علشانها. وبيوصل في الوقت ده عدد كبير جدا من الجنود، وباشو كان بيناول الاسلحة لبيل وهو كان بيقوم معاهم بالواجب كلهم، وبيوصل مجموعة تانية وبيل انطلق وسطهم زي الاسد وهو بيفتكر كل عيلته واصحابه اللي ماتوا لحد ما خلص على المجموعة دي كلها من غير ما يجراله حاجة، بس بيتصدم بعدها لما بيلاقي باشو خلاص مات وبيزعل عليه جدا. بيكمل بعدها طريقه وبيقابل جيديون اللي عرفه ان اخته ضربت عليه النار وقالت له دي ارحم من اختها الكبيره خلي بالك، وعطاله كارت من معاه قال له هيساعدك في طريقك وهتلاقيهم كلهم في القبو تحت، وسلم له نفسه وقال له يلا اعمل بقى اللي لازم تعمله. ولسه هيقتله بتظهر اخته تاني، بس بيل قال لها خلاص مش هينفع تلهيني تاني، اختي ماتت وبتختفي مينا. وبيل بيخلص على جيديون وبيكمل طريقه، بس هو في الاسانسير هيلدا بتكلمه في الكاميرا وقالت له حمد لله على السلامه وصلت المحطه الاخيره، اول ما تنزل تحت هتقابل فرقتنا الارضيه الحبيبه، واول ما تقابلهم هيطلقوا عليك وابل من الرصاص المضاد للدروع هتقطعك حتت. فبيطلع لها الرسمه اللي كانت اخته رسمها زمان، فبتقفل الكاميرا في ثواني وبيفتح الباب وكان خلاص المفروض هيموت، بس بتظهر جون وبتقول له هيلدا هتقابلك، وبتاخده جون وبتدخل لقبو القصر تحت. بس الصدمه الكبيره انه لما دخل شاف صوره كبيره لهيلدا معاه ومع اخته وهم صغيرين. ايه ده بقى؟ القصه بقى ان هيلدا فعلا تبقى ام بيل، بس الحكايه ان الشمان زمان درب جنود وقتلوا ابو بيل، فامه اللي هي هيلدا عرفت بكده فجمعت الشمان في يوم الغربله وعطت لبيل مسدس خليته قتل عيلته كلها. بس بيل طبعا كان صغير فما كانش مستحمل حاجة زي كده، ولما جه يقتل الشمان هرب بسرعة من المكان وبيل هرب هو كمان، وساعتها الشمان قابله في الغابة وكان هيقتله، بس قرر انه يربيه ويعلمه اقوى اساليب القتال علشان يخليه يقتل امه. طيب ازاي يا عم الحاج؟ هقولك. بسبب المخدرات بقى الكتير اللي كان بيشربها جنب منه كان بيدخل في حالة زي ما قلنا في الاول كده زي الصاحي والنايم مع بعض، فكان بيوري له صورة امه ويسأله دي امك؟ لو قال له بيضربه بشدة، وكان بيخليه دايما يشوف صورة مرات الشمان وبيقول ان دي هي امك. وعلى مدار السنين دي كلها بيل كان نسى صورة امه الحقيقية وكان مفتكر بس ان اللي اتقتلت هي امه، وكمان بيتضح ان جون هي اخته مينا، وهيلدا حاولت كتير تقنعه ان الشمان لعب في دماغه وحوله طول السنين اللي فاتت علشان يقتل عيلته، بس طبعا كان بيل مستغرب جدا وما كانش مجمع ولا قادر يستوعب كل اللي بيحصل ده. ساعتها هيلدا راحت لبنتها وقالت لها ده مش اخوكي، الشمان عاوزنا نموت وده السلاح بتاعه، اتعاملي معاه على الاساس ده. جون ساعتها بقى ما كانتش برضه مستوعبه اللي هي بتسمعه، بس راحت لبيل وفضلت تضربه وهو ما كانش بيدافع حتى عن نفسه، لحد ما هيلدا قالت لها اقتليه، بس هو عمل لها حركه كانوا بيعملوها مع بعض زمان، فلفت مينا وقتلت هيلدا واستخبت هي وبيل من الجنود وخلصت على شويه منهم بسرعه كبيره، وبيهربوا الاتنين باقصى سرعتهم من المكان لحد ما بيقابلوا مجموعه كبيره جدا من الجنود وبيدخلوا في مواجهه قويه جدا معاهم، وبيل ومينا كل واحد منهم بيقاتل بكل قوته علشان يقدروا يطلعوا عايشين من الحرب اللي هم فيها. وبعد ما استمرت المعركة لوقت طويل جدا كانوا قدروا يقتلوا مجموعة كبيرة جدا من الجنود، لحد ما بيوصل جندي بس كان لابس بدلة مدرعة مش بتتأثر بالرصاص تقريبا، وبدأ يضربهم بالنار بكميات كبيرة، وكمان جه واحد تاني بسلاح قوي وفتحوا عليهم النار بكمية كبيرة جدا. كل ده وهم بيداروا في الجنود الميتة شوية وفي الدرع العبيط ده شوية لحد ما استخبوا كل واحد
منهم في مكان، وقدروا يخدعوا الراجل اللي ماسك السلاح ده ووصلوا له وخلصوا عليه هو والراجل اللي لابس البدلة المدرعة، وبيكملوا طريقهم بسرعة لحد ما بيوصلوا للأسانسير. وساعتها مينا قالت له انها طول الفترة اللي فاتت كلها كانت بتدور عليه، رغم انهم قالوا لها ان الشمان قتله، وعرفته كمان انها ما نسيتهوش لحظة من اول ما تفرقوا عن بعض زمان. وهما بيتكلموا الأسانسير بيقف، ولما بيخرجوا بيتفاجئوا بالشمان واقف مستنيهم، وقال لبيل شكرا على اللي انت عملته. بس ساعتها بيل فهمه انه كده وصل اللي هو عاوزه والعيلة كلها ماتت. قال له لا، دي لسه ما ماتتش. ساعتها مينا لبست الخوذة بتاعتها ودخلت هجمت عليه بقوة كبيرة، والاتنين كانوا بيوجهوا ضربات قوية جدا لبعضهم، بس بيقدر الشمان انه يتمكن منها وخنقها من رقبتها، وكان خلاص هيقتلها. وساعتها بيتدخل بيل وانقذ اخته من تحت ايده على اخر لحظة، فقام لهم تاني وقال لهم تعالوا لي يا حلوين. ساعتها الاتنين دخلوا يهجموا عليه مع بعض، بس التاني كان عارف اسلوب قتال سري، كان اسلوب قتال قوي جدا، وكان بيوجه ضربات قوية جدا ليهم هما الاتنين، ومسك بيل بعدها رفعه ونزله وهبده على الارض على دماغه. كانت ضربة كفيلة انها تجيب له ارتجاج في جمجمة. ساعتها راحت له مينا مرة تانية، بس الشمان يخرب بيته كان معلم اسطوري وما كانش من السهل ابدا انهم يتخلصوا منه، وقدر يوجه ضربات مميتة لمينا وفضل يضربها بدماغه في الخوذة المصفحة بتاعتها لحد ما دغدغها على دماغها وبحتة ازاز من الخوذة، فضل يطعنها كتير جدا لحد ما وقعت على الارض مش بتتحرك. ساعتها قامله بيل مرة تانية وهو مليان غضب، وبدأ المرة دي انه يوجه ضربات قوية جدا للشمان، والتاني برضه كان بيضربه هو كمان، بس بيل كان مليان غضب منه وقدر يخلع السلسلة من رقبته ولفها على ايده واستعد، ونزل بقى على الشمان مرة تانية وكان بيوجه له ضربات مميتة في اماكن خطر جدا، ومسكه من رقبته وفضل يهبد دماغه في الارض لحد ما قدر في النهاية انه يخلص عليه اخيرا. وبيصرخ بيل اول مرة في كل السنين دي كلها انه اخيرا اتخلص من الشخص اللي دمر حياته، وراح لاخته بعدها ووصل لها انه اخيرا وصل لها ومش هيسيبها ابدا، ولازم يعملوا كل اللي كانوا بيحلموا بيه من وهم صغيرين. وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ الفيلم في ايران في القاعدة النووية، وبيدخل اتنين فنيين اتصالات توم واوليفر جوه القاعدة علشان يصلحوا مشكلة الانترنت، بس هما في الاساس تبع المخابرات الامريكية، وبيكونوا جايين اصلا علشان يزرعوا فيروس في النظام علشان المخابرات الامريكية تقدر تخترق النظام ويبقى عندها تحكم كامل فيه. وبيبقى في مجموعة من الجنود بيراقبوهم علشان بيكونوا شاكين فيهم، وخصوصا توم، وده علشان اخد وقت كبير في تصليح العطل، بس بيطمنوا لما بيخلص وبيطلع يوريهم ان الانترنت رجع اشتغل مرة تانية. وفي نفس الوقت بتكون المخابرات الامريكية قدرت انها تخترق نظام القاعدة النووية، وبيكونوا بيراقبوا كل اللي بيحصل عن طريق القمر الصناعي، وبيكتشفوا انها قاعدة ضخمة جدا على مساحة كبيرة، وبيعرفوا ان المفاعل النووي موجود في المنطقة دي. ولما بيخلص توم واوليفر المهمة بتاعتهم بتقرر المخابرات انها هتدمر القاعدة دي بعد 12 ساعة، وده بعد ما يكونوا اخترقوا نظام الطرد المركزي علشان يقدروا يتحكموا في درجة حرارة المفاعل ويرفعوا حرارته ويدمروه. بنروح بعد كده لواحدة صحفية اسمها لونا، وبتكون بتسجل فيديو بتشرح فيه الوضع بين امريكا وايران بخصوص الاسلحة النووية، واثناء ما هي بتتكلم بيجيلها مكالمة من شخص اسمه جيمس، وبيعرفها انه بعت لها صور للمفاعل النووي الايراني، وبيعرفها انه قدر يوصل عن طريق المخبرين بتوعهم اللي تبع المخابرات. بس بتتصدم لونا لما بتشوف الصور، وبتتأكد ساعتها ان ايران عندها سلاح نووي ومفاعل ضخم كمان، وبيطلب منها جيمس انها تنشر الصور بس من غير ما تقول اسامي للمخبرين بتوعهم. ولما بتقفل معاه على طول بتتصل بواحد اسمه هانز، وده مدير الجريدة اللي هي شغالة فيها، وبتطلب منه انها تقابله في برلين علشان معاها صور مهمة عن العمليات اللي هتقوم بيها المخابرات الامريكية مع المفاعل النووي الايراني. بس بنعرف ان المخابرات الايرانية بتكون مراقبة لونا وكمان بتتجسس على المكالمة بتاعتها. وبنرجع لتوم اللي بيكون وصل هو وصاحبه البيت اللي هيقعدوا فيه، بيتصل على مراته وبيعرفها انه هيرجع بكرة وكمان هيحضر حفلة التخرج بتاعت بنته، بس مراته بتتخانق معاه علشان على طول بيفضل شغله على بيته واسرته، وبتأكد عليه انه يحضر حفلة تخرج بنتهم وبعد كده يتطلقوا على طول.
بنروح بعد كده لمطار ايران وبنشوف شخص مترجم اسمه محمد، وبنعرف انه افغاني من مدينة هيرات، وبيبقى داخل البلد متنكر علشان ينفذ مهمة، وهي انه ينقذ فاطمة اخت مراته اللي اتخطفت في حركة طالبان، وكمان هينفذ مهمة ترجمة تبع المخابرات الامريكية. وبيكذب على الموظف وبيقوله انه شغال في الامارات تبع الهلال الاحمر، بس بتعدي عليه وبيسيبه يعدي. وبيطلع من المطار وبيبقى في حد مستنيه، واول ما بيركب معاه بيكلم واحد اسمه رومان، وبيشكره انه شال البصمات بتاعته من على السيستم وقدر انه يعديه من المطار. فرومان بيقول له لا مفيش شكر ولا حاجه، وبيديله رقم واحده اسمها نهال الحسيني، وبيقول له انه يبقى يكلمها يعني بعدين. وفي نفس اليوم بنشوف المخابرات وبتكون قدرت تخترق نظام الطرد المركزي، وبيبداوا على طول انهم يرفعوا درجه الحراره، وفجاه المفاعل النووي بينفجر، وبتنفجر معاه القاعده النوويه بالكامل. وتوم بيبقى شايف الانفجار وبيبدا يحضر نفسه علشان يمشي من البلد، علشان قعدته كده فيها خطر عليه. وبتفرح المخابرات الأمريكية بالمهمة اللي عملوها، وبيبقى في ساعتها طيارة قريبة من مكان الانفجار، وبيكون فيها لواء وبيقول انهم لازم يوصلوا للي عمل كده بأسرع وقت. بس فرزاد بيقول له انهم بيراقبوا صحفيه كده ووصلها معلومات سريه عن العمليات اللي المخابرات الامريكيه نفذتها في الشرق الاوسط، فبيأمره انه يجيب له الملفات دي باي طريقه، وكمان يجيب له الصحفيه. في نفس الوقت القيادات في حركه طالبان بيتجمعوا مع شخص كده اسمه نذير، وده بيكون من المخابرات الباكستانيه، وبيعرفهم انهم لو ما بطلوش الحركات الغبيه اللي بيعملوها دي، الطيارات الامريكيه هتقذفهم بالصواريخ وهتخلص عليهم، وساعتها المخابرات الباكستانيه مش هتحميهم ولا هتسيبهم حتى يخشوا للارض بتاعتهم. وبنرجع لتوم اللي كان خلاص حضر حاجته، وبيقول لأوليفر انه ما يسيبش اي اثر وراهم ويدمر كل الهاردات اللي على الجهاز، وبيودعه وبيمشي. وبيوصل بعد كده لمطار دبي، وبيشتري هدية لبنته اللي المفروض هيقابلها تاني يوم، بس بتجيله رسالة من رومان بيقوله ان لازم يقابله ضروري، وبيعرفه الميعاد والمكان اللي هيقابله فيه. وبنرجع للونا اللي كانت قاعدة في الفندق لا بيها ولا عليها، بس بيوصل عندها رجالة مقنعة تبع المخابرات الايرانية، وبيقتحموا عليها الاوضة وبيخطفوها وبياخدوها معاهم وبيمشوا. وفي نفس الوقت بيوصل توم لبيت رومان، وبيلاقيه عامل حفلة كبيرة، وبيعرفه انه عامل الحفلة دي علشان يبان طبيعي يعني وما يلفتش الانتباه، وبيهني رومان على انجازه لعملية المفاعل النووي، وخصوصا ان الكل كان مراهن ان العملية دي مستحيل تنجح. بس بيقوله كمان انه مش هيسافر لانه محتاجه في مهمة صعبة محدش هيقدر يقوم بيها غيره. بس توم بيرفض في الاول علشان حفلة بنته، وبيقوله خليها لما ارجع من الاجازة. بس رومان بيعرض عليه مبلغ كبير جدا، وبيوعده ان المهمة دي مش هتاخد معاه اكتر من 3 ايام، وبيقوله كمان ما تقلقش هترجع قبل حفلة تخرج بنتك. فبيوافق توم، وبيبدأ رومان انه يشرح له معلومات عن المهمة، وبيعرفه انه تفجير المفاعل النووي كان البداية، وان هدفهم هو تدمير المفاعل النووي بالكامل، علشان كده مهمته هتكون تدمير مطار بتستخدمه الحكومة علشان تبني مفاعل نووي تاني. وبيعرفوا ان المطار في مدينة هيراتس، وبيقوله خلي بالك ان المدينة دي مليانة جواسيس، وكمان القاعدة بتسيطر عليها، علشان كده لازم تتحرك بحذر لانهم مش على طول هيقدروا يحموه ولا هيعرفوا يوصلوا له في اي وقت. فبيقول توم انه تمام مفيش مشكلة، بس محتاج مترجم معاه. فبيعرفوا رومان ان المترجم موجود وجاهز ومستنيه في افغانستان. وبيروح توم بعدها علشان يقابل محمد، وبيتعرفوا على بعض، وبيدخل مدينة هيرات وبيلاقي جثتين كده متعلقين. فمحمد بيقول له اهلا بيك في مدينة افغانستان الجديدة. وبيوصلوا بعد كده للبيت اللي هيقعدوا فيه، وبتوصل لهم شنطة كده مليانة اسلحة واجهزة اتصالات. وبيطلب توم من محمد انه يجهز نفسه علشان الصبح هيروحوا مدينة تايبان. بس بيتضايق محمد علشان رومان كان مفهمه ان المهمة في مدينة هيرات، وده معناه انه كده هيبعد عن مهمته الاساسية اللي هي انقاذ فاطمة. بس بيقرر في الاخر انه يكمل المهمة علشان ما يحصلش مشاكل مع رومان. وبنرجع للونا اللي بيوصل لها العقيد فرزاد علشان يحقق معاها، وبيسألها عن المعلومات اللي وصلتها بخصوص المفاعل النووي، وبيهددها انه هيخلص على بنتها لو ما اتكلمتش دلوقتي. فبتعرفوا ان هي ما تعرفش حاجة غير الصور اللي وصلت لها، بس في شركة اتصالات كده اسمها سيبليكس هي اللي ساعدت المخابرات في تفجير المفاعل. ساعتها فرزاد
مش بيبقى مصدق ان دي كل المعلومات اللي تعرفها، بس بيسيبها وبيمشي. وبنرجع لمحمد اللي بيروح يقابل نهال اللي بتعرفه ان طالبان لسه بيدوروا عليهم، بس هو بيقول لها ان فاطمه اختفت هنا وهو وعدها انه هيدور عليها، وبيسالها لو عرفت اي جديد عن فاطمه، بس هي بتقوله انها من ساعه ما اختفت ومحدش يعرف عنها اي حاجه. وبيروح تاني يوم الصبح للمقابر علشان يزور قبر ابنه، وبنعرف ان طالبان هم اللي قتلوه ساعه لما هاجموا على المدينه، علشان كده محمد مش بيطيقهم وبيوافق على اي مهمه ضدهم. بعدها بتحصل مشكله كبيره للمخابرات الامريكيه، وده لما المخابرات الايرانيه قدرت انها تخترق البنتاجون وسربوا معلومات سريه عن العمليات اللي المخابرات الامريكيه نفذوها في الفتره الاخيره، اللي بيكون من ضمن المهمات دي عمليه تفجير المفاعل النووي الايراني. وبنكتشف كمان انهم قدروا يعرفوا هويه توم واوليفر، وساعتها رومان بيتصل على توم وبيعرفوا انه اتكشف ولازم يسيب المدينه ويلغي العمليه فورا، وبيطلب منه يسافر على مدينه كندهار، وهناك هيلاقي مجموعه من القوات الجويه مستنياه هيسافر معاهم. ولما توم بيساله عن اوليفر بيقول له ان للاسف المخابرات الايرانيه قدروا يوصلوا له وخلصوا عليه، وكمان اخدوا كل الحاجات اللي عنده. في نفس الوقت بيعرف فرزاد ان توم موجود لسه في المدينه، وبتجيله كمان صوره ليه علشان يقدر يتعرف عليه. على طول بيبلغ رئيسه بشار وبيقول له انه عاوزه سليم علشان يسلمه للمركز الاعلى. في نفس الوقت كرئيس المخابرات الباكستانيه كان بيراقب تليفون فرزاد وان هم كمان بيدوروا على توم، وبيتصل على حكيم وبيقول له انه يروح على مدينه هيرات علشان الجاسوس اللي ايران بتدور عليه موجود هناك، وبيقول له انه لازم يمسكه قبل الايرانيين علشان يعملوا عليه مزاد في الاسواق المفتوحه ويعرضوه على الدول اللي قام بعمليات فيها مقابل المال او الاسرى. وبنعرف ساعتها ان الايرانيين والافغان والباكستانيين وطالبان وداعش كل دول بيدوروا على توم. بنروح لرومان اللي بيتجمع مع القيادات، وبيعرفهم انه قدر يبلغ رومان في الوقت المناسب وقاله يروح لمدينه كندهار، بس المشكله ان المسافه للمدينه دي بعيده جدا والطريق مليان قوات لتنظيمات كتير. وبيأمر القائد كريس انه يدي تعليمات للطيارات علشان يستنوا توم. وبنروح لحكيم اللي بيتصل على رسول وبيطلب منه مجموعه من طالبان علشان يساعدوه في المدينه، بس مش بيوافق غير لما حكيم يوافق انه يخليه رئيس المجلس الاعلى. وبنرجع لتوم اللي بيطلب من محمد انه يجهز نفسه علشان هيتحركوا حالا قبل ما حد يوصل لهم من الغرمق اللي بيدور عليهم ده، وبياخدوا عربيه وبيبداوا يتحركوا، وبتبقى المخابرات مراقبه تحركاتهم عن طريق الاقمار الصناعيه. وبيدخل ساعتها السوق وبيقرر انه يغير العربيه علشان اللي بيدوروا عليه ياخدوش بالهم منه. وفي الناحية التانية بيتحرك فرزاد هو كمان، وتوم كان دخل السوق وسرق عربية تانية علشان محدش يشوفه، بس للأسف بسبب اللي عمله كل الناس اللي بتطارده بتلاحظ وجوده، وبيتحرك تنظيم داعش والمخابرات الإيرانية وراه علشان يقبضوا عليه. بس للأسف الطريق كان زحمة، فبينزل فرزاد هو ورجالته علشان يمسكوهم، بس لما توم بياخد باله بيطلع على الرصيف وبيجري بسرعة من المكان اللي هو فيه، بس بيشوفه حكيم وبيطارده هو كمان، بس في عربية من اللي تبع فرزاد زاد بتعترض طريقهم، بس توم بيعدي من وراها بسرعه وبيكمل طريقه. وعلشان حكيم يعطلهم شويه بيزرع قنبله كده في عربيه من عربيات فرزاد، وبتنفجر العربيه باللي فيها، وبيقدر توم انه يخرج من السوق وبيطلع على الطريق السريع، بس بتقابله عربيه تبع طالبان وبيضربوا عليه نار، بس بيخبط العربيه بتاعتهم وبيقدر يجري منهم، وبيبلغوا ساعتها حكيم بمكان توم فبيلف بسرعه وبيرجع لهم. بس توم وهو بيجري الكاوتش بتاع العربيه بيتخرم، بينزلوا بسرعة، وتوم بيقول لمحمد يغير الكاوتش وهو هيراقب المكان من حواليهم، بس محمد كان جاب اخره وبيعرفه انه جه هنا لمدينة هيرات علشان ينقذ فاطمة اخت مراته، وانه مش هيمشي منها الا لما يلاقيها، وبيسيبه وبيمشي. بس توم ساعتها بيلاحظ ان في حد مستخبي بعيد، فبيضرب طلقة كده علشان يخوفه، بس بيطلع عيل صغير وبيرمي حاجة من ايده وبيجري. ولما توم بيروح علشان يشوف ايه اللي العيل رماه ده بيكتشف انها قنبلة مزروعة في الارض وبيفجر، وبيتكلم مع محمد وبيعرفه ان هو اللي فجر المفاعل النووي علشان كده كل الناس دي بتجري وراه، وبيقول له انهم لازم يبقوا مع بعض علشان محدش هيساعدهم، وبيقول له كمان انهم لازم يوصلوا لمدينه كندهار وساعتها هيساعدوا انه يلاقي اخت مراته اللي بيدور عليها. وبيبعت توم بعديها رساله لرومان وبيعرفه انه هيعدي على مدينه ديلارم، فعلى طول بيقرر رومان انه يروح يساعد توم ويخرجه من الورطه اللي هو فيها. وبيكمل توم طريقه في الصحراء لحد ما بيجي الليل، بس بيتفاجئ بطياره هليكوبتر ماشيه جنبهم وبيكون فيها فرزاد ورجالته،
وساعتها بيبدأوا يضربوا عليه نار، بس هو كمان بيرد عليهم ضرب النار لحد ما بيقدر انه يسيب واحد منهم، وبيقف بالعربية ويقول لمحمد انه يستخبى، وبيكمل ضرب نار عليهم، وبيبقى فيه اتنين بيقربوا منه، بس توم كان معانا الدارة رؤية ليلية فبيقدر انه يحدد مكانهم بسهولة وبيخلص عليهم هما الاتنين. ومش بيبقى فاضل غير الطيارة اللي بدأت تلف فوقيه وبتضرب عليه نار، بس بيقف مكانه ومش بيجري، واول ما الطيارة بتقرب منه بيرمي تحتها قنبلة وبيفضل يضرب عليها نار لحد ما بيقدر انه يفجر الطيارة، وبعدها بيقعدوا هما الاتنين يريحوا شوية، ومحمد بيصلي، ولما بيخلص بيتكلموا مع بعض وبيقول له توم ان السوار اللي معاه ده بتاع المترجم السابق اللي كان معاه اللي حاول ساعتها انه يخرجه على امريكا او لندن، بس للاسف داعش وصلوا له الاول وعدموه، وبيفضلوا يتكلموا شويه كده عن حياتهم. في نفس الوقت بينزل رومان من الطياره الخاصه وبيجي له ضابط بريطاني كانوا زارعينه وسط تنظيم داعش، وبيسلموا على بعض وبعد كده بياخدوا بعض وبيمشوا. وتاني يوم الصبح بيوصل حكيم للمكان اللي كانوا فيه، بس مش بيلاقي غير الطيارة اللي متفجرة، وبيعرف ان المهمة دي صعبة غير ما كان متخيل. بعد كده بيوصل توم ومحمد للجماعة اللي تبع صاحبه اللي قال رومان عليه، وبنعرف ان صاحب توم اسمه اسماعيل وانه قائد تنظيم جماعة اسمهم التاجيك. واول ما بيوصلوا توم بيخلي محمد يعرفهم انهم تبع اسماعيل علشان ما يقتلهمش، وبياخدوهم معاهم في العربية، وبيبقى محمد متضايق انهم هيطلبوا مساعدة من الارهابيين دول. وبيوصلوا للقرية وبيقابل توم صاحبه اسماعيل وبيرحب بيه جدا، وبيبقى محمد متضايق منهم وما كانش هيسلم اصلا على اسماعيل. وبنعرف ان اسماعيل وجماعته بيعملوا عمليات لصالح اللي يدفع اكتر، وبيطلب توم من اسماعيل طيارة علشان عاوزين يروحوا لمدينة كندهار، بس اسماعيل بيعرفه انه للأسف الطيارة ده لجماعة داعش امبارح، وانه مش هيقدر يديله غير عربية. وبعدها بيقعدوا ياكلوا، بس برضو محمد بيبقى متضايق. ولما اسماعيل بيلاحظ كده وبيسأله عن السبب، بيقول اسماعيل انه خاين وانه السبب في تدمير مدينة هيرات وموت الاف الناس الابرياء اللي ملهمش ذنب في حاجة اللي من ضمنهم ابنه، بس اسماعيل بيعرفه انه عمل كده علشان الفلوس، وبرضو ما عندوش مانع انه يعمل كده كل شوية لو في ناس هتدفع له فلوس اكتر. وبيقوم اسماعيل وبيطلع المسدس من جيبه، وساعتها رجالته كلها بتحاوطهم، وبيدي المسدس لمحمد وبيقول له يلا لو عاوز تنتقم الفرصه قدامك اهي، بس محمد بيرفض يقتله وبيرمي المسدس وبيقول له ان ربنا مش هيسامحك، وبيسيبه وبيمشي. وساعتها توم بيروح وراه وبيعتذر له علشان ما كانش يعرف ان اسماعيل هو اللي قتل ابنه، فبيزعله وبيقول له ان بسبب المساعدات اللي بياخدها منك ومن اللي زيك عمل كده. فبيطلب منه توم انه يهدى وبيقول له لو مش عاوز مساعدتهم ممكن نمشي يعني من هنا، بس محمد بيقول له انا مش عاوز بس غير ان امشي من هنا واروح لعيلتي بامان. فبياخدوا العربية وبيتحركوا، بس اسماعيل بيخونهم وبيتصل على شخص كده وبيعرفوا المكان اللي هم ماشوا فيه. في نفس الوقت كان حكيم لسه بيدور على توم، وبيجي له مكالمة من القائد بتاعه بيقول له انه يروح دلوقتي لمدينة كندهار علشان توم رايح على هناك، علشان في طيارة مستنياه هناك وهتتحرك بعد 6 ساعات. فبيطمنه حكيم وبيعرفه انه هيقبض عليه ويجيبه له لحد عنده، وبيطلب منه بس انه يساعده انه يسافر بعد المهمة دي علشان تعب من الشغل في الصحراء. وبيقفل معاه وبيتصل على رسول علشان يبلغه على مكان توم ويبعت حد علشان يقبض عليه اللي كان ساعتها في طريقه لمدينة كندهار، بس بيتفاجئوا بمجموعة من العربيات تبع طالبان بتحوطهم من كل مكان، وبيقدروا انهم يقبضوا عليهم وياخدوهم للقرية بتاعتهم، وبيربطوا توم وبيتوصوا بمحمد شوية على الاخر علشان هو افغاني زيهم وبالنسبة لهم خاين. بس فجأة بتوصل قوات داعش اللي هم في الحقيقة مش تبع داعش وهنعرف دلوقتي، وبيبدأوا الهجوم عليهم وبتقوم بينهم معركة قوية جدا بيموت فيها عدد كبير من الجنود. وبيتصل الرسول على حكيم وبيطلب منه ان يبعت دعم جوي بسرعة، بس حكيم بيرفض علشان الوقت، وبيعرفوا انه كده كده جايله في الطريق. وبتستمر المعركة شوية وبنكتشف ان رومان معاهم ولابسين كلهم لبس داعش، وبيطلب منهم يفجروا البوابة وبيقدروا يموت رسول، وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد كبير منهم. وبيدخل بسرعة لتوم وبيفكه وبيدوروا على محمد لحد ما بيلاقوه، وبيسندوه وبياخدوه برا وبيركبوه العربية، وبيسلم على صاحبه اللي تبع داعش وبيسيبوهم وبيمشوا. وبيبدأوا يتحركوا علشان يوصلوا للمطار اللي فيه القوات مستنياهم هناك، بس بيشوفهم حكيم وهم ماشيين،
ومش بيرضى يتدخل وبيقرر انه يستناهم في مدينة مايوندا وبيبلغ قوات طالبان بكده، وبيفضل ماشي وراهم في الصحراء، ولما بيحس رومان بيهم بيطلع وبيضرب عليهم نار، بس للأسف حكيم بيقدر انه يصيبه في بطنه وبتكون الإصابة قوية، علشان كده بيقرر انه ينط من العربية ويشتبك معاهم، وفضل يضرب عليهم نار لحد ما الرصاص اللي معاه خلص، وساعتها حكيم قدر انه يخلص عليه، وبينزل ياخد الموتوسيكل بتاعه وبيكمل مطارده ورا توم. وطالبان بيكونوا مستنيين توم اللي اول ما بيقرب منهم، بيأمرهم حكيم انهم يبدأوا يضربوا عليه، وبيتفاجئ توم بكمية صواريخ عمالة تتضرب عليه من كل اتجاه، بس بيحاول انه يتخطاها بأي طريقة. وساعتها محمد كان مرعوب من الموقف اللي هم فيه، وبيقول لتوم انهم مستحيل يعدوا من القذائف ده من غير ما يحصل لهم حاجة، بس توم بيطمنه وبيقوله ما تقلقش، وانه هيحاول يوصل البوابة بتاعت المطار بأي شكل. وبتوصل ساعتها عربيات كتيرة جدا تبع طالبان، وبتقدر عربية منهم انها تضرب صاروخ على عربية توم وبتتقلب من قوة الصاروخ، وساعتها حكيم بيطلب من قوات طالبان انهم يقفوا مكانهم وما يتحركوش، وبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيروح ناحية عربية توم. وساعتها توم اخد السلاح بتاعه وفضل يضرب على حكيم نار، وحكيم بيرد عليه ضرب النار هو كمان، لحد ما بيقدر توم انه يصيب حكيم في رقبته وبيقع حكيم على الارض. وعلى طول بتتحرك قوات طالبان بأقصى سرعة، وساعتها توم ومحمد بيكونوا خلاص تقريبا بيودعوا بعض، لأنهم كانوا عارفين مصيرهم إيه، بس المخابرات الأمريكية كانت متابعة كل اللي بيحصل من خلال الأقمار الصناعية، ولما بيشوف القائد كمية العربيات اللي رايحة عليهم بيصدر قرار للطيارات إنها تضرب على العربيات دي، بس مارك بيقوله إنهم ما عندهمش أي تعليمات إنهم يهجموا عليهم، بس كريس ما اهتمش بكلامه وقال له القرار ده على مسؤوليتي حتى لو هتطرد من منصبي، وبيدي الأمر بالهجوم، وبيقدر الدفاع الجوي إنه يقضي على كل العربيات اللي تبع طالبان، وبيخلصوا عليهم كلهم بالصواريخ. وبيتفاجئ توم ومحمد باللي شايفينه، وبيقوموا بسرعة وبياخدوا عربية وبيمشوا بأقصى سرعتهم ناحية البوابة، وبيخترقوها وبينجحوا انهم يوصلوا للطيارة اللي هتنقلهم خارج المدينة، وبيركبوا الطيارة وبيفحصوهم بسرعة وبيعملوا لهم اللازم. وبنشوف حكيم وهو لسه عايش ما ماتش، والمخابرات الإيرانية قررت انها تحرر الصحفية لونا بعد ما تأكدوا انها ما تعرفش اي معلومات تانية، ومش بتكون مصدقة انها اخيرا بقت حرة. وقائد فرزاد بيروح يغسله وبيودعه وبيدي الخاتم بتاعه لمراته، ومحمد بيرجع اخيرا لعيلته وبيبقى فرحان جدا انه رجع لهم مرة تانية. وتوم بيرجع على لندن وبيلاقي بنته مستنياه في المطار، وبيقدر انه يلحق حفلة التخرج بتاعها. وبيخلص الفيلم على كده. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيلم عجبك، فما تنساش تعمل اللايك الجميل وتعمل سبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.